قويات السيدات المريمات الجدد وشهادات حية من تجربتهن الشخصية. كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث جرى اتصال مع كل من الآنسة مها شعبان مسؤولة أخوية سيدة المعونة الدائمة في مطرانية الروم الكاثوليك، والسيدة أنجل صوالحة من أخوية مار الياس في مرج الحمام، والسيدة نلي قبعين من أخوية كنيسة شهداء الأردن، والسيدة لولو عقل من أخوية رعية القديس شربل في عمان. ودار معهن حوار واسع حول نشاط الأخويات في الكنيسة استناداً على خبراتهن الروحية، وقد حثت الأخويات كافة السيدات على تفعيل دورهن في الخدمة اقتداءً بشفيعتهن أمنا العذراء التي علمتنا كيف نزرع الفرح في قلوب الآخرين. كما جرى الحديث حول الخطة المستقبلية لعمل الأخويات خاصة بعد عودة النشاطات الرعوية إلى سابق عهدها. النشاطات بتعتمد على المحاضرات الدينية والثقافية والطبية. حلو. يعني برافو. كل أسبوع في عنا اجتماع في محاضرة بنبلشها بصلاة من أبونا اللي بيكون حاضر للمحاضرة. برافو. يعطينا المحاضرة. نعم. أنتوا قدي عددكم مها؟ احنا هلا عددنا 50 سيدة ما شاء الله ملتزمين، بس الملتزمين باستمرار بتعرفي ناس بيجي ناس بروح. نعم. يعني اقل اجتماع بحضر فيه 35 سيدة. اقل اجتماع مش سهل بحضر فيه 35 سيدة. كل سنة بنشترك في البازار، الستات بيشتركوا كلياتهم. نعم. عنا عمل محبة جماعي، ما فيه واحد بس لحاله بيشتغل، كلنا عمل جماعي. نعم. فبتطلع النتيجة كتير أحسن بعمل محبة، فبتطلع النتيجة كتير أحسن. السنة قولي لأنه وقفت، بس صارت الظروف أحسن وصرنا نتصل مع السيدات نطمن عليهم، اللجنة ككل. نعم. نتصل مع السيدات نطمن عليهم، نعمل صلاة مسبحة بالبيوت، نزور بعض، إذا في ست مريضة منزورها. عملنا أعمال رحمة هذه السنة لأنه الأقل حظا من نتيجة عمل البازار مع كاهن الرعية وكهنة آخرين، وزعنا طرود. نعم. فيعني كانت نشاطات حلوة وخبرات، كمان كنا نستضيف الراهبات، يعني يعطونا عن خبرتهم، عن مثل راهبات القلبين الأقدسين، راهبات الأم حنة، راهبات الوردية، رحنا عندهم حضرونا فيلم الأم الفنسية. حلو. فكانت خبرة لكل الستات بهاي الشغلة. احنا المضبوط كان عندنا نشاطات قبل الكورونا، نشاطات كثيرة طبعا، بس احنا من خلال الحضر ما اجتمعنا، ما عدنا، ما كان إنا لقاءات أخوية طبعا. لكن كنا نتواصل عبر وسائل التواصل الواتساب والتليفون وموقع جميل. أخوية مار الياس. نعم. وإحنا عددنا قليل، المضبوط بحدود 10 ستات بس. يعني خميرة نشاطنا منيح، وأبونا طبعا جورج وقبليه ومع أبونا جورج وهم كانوا بدعمونا، وهلأ أبونا خالد شعبان. نعم. كلهم بدعمونا. هاي المساهمات كانت مضبوط من خلال إقامة حفلات غذائية، بيع بطاقات، نجيب دخل، نساعد أسر. نعم. نحتاج نعمل بازارات ورحلات، كانت كلها ترصد للكنيسة. وقسم آخر كان لمساعدة العائلات المستورة، ومرات كنا نتبرع لمؤسسات أيتام ومؤسسات بتعاني من الإعاقات الحركية. نعم. طبعا كنا نقيم حفلات أبونا بهرف. نعم. أبونا طبعا. جورج أيام الأعياد الدينية مار الياس طبعا. بعيد مار الياس. نعم. كمان كان إنا مساهمات بالمحاضرات الثقافية، عملنا مرتين محاضرات يعني. نعم. ثقافية. هو من أيام أبونا بسام شحاتيت وأبونا بولس حداد، عشان ذكرنا الكهن يكون منصفين يعني. أيام بولس. نعم. من قبل ما أنا أقول أيام أبونا, أبونا بسام. بالضبط. وخلالك أبونا أنت كنت أكبر داعم إنا. الله يسعدك. ما شاء الله يعطيك الصحة بنشاطك شباب أبونا. يسعدك يا ربي. وبعدين للمحاضرات الثقافية، أنت بتتذكر أبونا إحنا كمان استضفنا الفار، المحامي الفار. نعم. عملنا ندوة قانونية. النائب قيس زيادين. كان لنا نشاطات، بس هلأ بعد الكورونا طبعا رح نستعيد. خلال الكورونا طبعا توقفنا، بس كنا نتواصل زي ما قلت عبر الواتساب والتليفونات واللقاءات البسيطة إحنا بين بعضنا البعض. بس هلأ رح نستعيد هاي النشاطات، وإن شاء الله
ان شاء الله عن قريب انه تخلص هالازمه ونقدر نلتقي من اول لجديد ونعيد هاي النشاطات اللي كنا احنا منقوم فيها. امين امين. اخويتنا تاسست يعني من شيء 35 سنه بلكن. نعم. كنا عدد صغير ولا نزال عدد صغير بس يمكن مفعول كبير زي الخمير احنا بنحكي. نعم 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 ان شاء الله. والملح في الطعام ملح نكهة. نعم. يعني صحية هيك. احنا خوالة تقريبا يعني كلنا على بعض 15 سيدة. نعم. بنجتمع دايما بالكنيسة مع مرشدتنا الروحية سير سارة. نعم. وكانت من قبلها سير نوالي الله يعطيها الصحة دائما. آمين يا رب. والمسؤولة معنا سيسيل بطماني. نعم. والمضبوط هي مش مسؤولة بقدر ما هي يعني بتشتغل وبتعمل للجميع. نعم. فإحنا دائما بنعمل مسحة وبنعمل إرشاد روحي بموضوع معين من سارة بتحاول دائما توصل لنا كلمة الإنجيل. نعم. مع السيدات وبنصلي المسبحة دائما نعمل قصد معين عن مثلا للمرضى للبلد علنية معينة بنصلي المسبحة. نعم. بنشارك دائما صلواتنا مع كل اللي بالعالم. نعم. نشاطاتنا دائما يعني هي مش كتير كبيرة بس بنعمل مثلا مرتين بالسنة وقت الإيستر وقت الكريسماس لأنه في عنا عائلات دائما زي بيستنونا. نعم. إننا ندعمهم. فبقدر ما نقدر نحاول ندعمهم وحتى في دعم مرات بيكون من محسنين بيزيدوا معانا هذا الدعم مع الستات برضو. نعم. ومنوصل لهم اللي بنقدر عليه. نعم. وشو أهمية وجود أخوية بالكنيسة؟ أهمية وجود أخوية في الكنيسة. نعم. هي تستلم تربط العائلات مع بعض. حلو. نعم. لأنه الأخوية هي تيجي بعد الأبونا بعلاقتها مع الناس باتصالاتها مع الناس بضم الناس لبعضهم بمشاركة جميع الأخويات في المملكة يعني كل أخويات المملكة بتعرفنا وبنعرفها وبيعرفوا كنيسة مار شربل. هذا التواصل الجميل جدا. تواصل بالفعل مع الجميع. طيب وليلة ست لولو دائما الأخويات المريمية دائما بتكون سيدات؟ ليه بتكون سيدات؟ لأنه السيدات رجال بأشغالها والسيدات إحنا عادة يوم الأربعاء الاجتماعات السيدات عندها أفكار أكثر من الرجال. نعم. عندها روح لم العالم أكثر الحديث مع الناس أكثر يعني عشان نكون عادلين بنقول إنها عاطفة أمومة الست بالكنيسة اللي ما بيقدر طبعا يعني كل واحد له ميزاته وخدمته بالكنيسة سواء كانوا الستات أو الرجال عشان يكون محايدين يعني. طب ست لولو أنت عصرتي أخويات زمان يعني أخويات هلا العصر الحاضر اللي منشوفها هلا مثلا الجيل الجديد مع انك انت يعني لساتك شباب وهيك لكن انت الخبرة صارت عندك هل بتشوفي انه في تشابه ام اختلفت النظرة للأخوية؟ الصراحة الأخويات تقريبا لحديث هلا من نقول نحن تأسست أخويتنا بسنة 1998 لحديث هلأ تقريبا تشابه لأنه دايما في صلاة دايما في نشاطات لخدمة المجتمع لخدمة الكنيسة الأقل حظ منا بهالحياة. نعم. فما اختلفت بالعكس زاد الترابط. نعم. خصوصا مع الأخويات العام هذا بيزيد معرفة وترابط بالكل.